بالفعل اللي انا اقول ان في تسلسل لا نهائي في الماضي، دي اسمها لا نهايه بالفعل، ان انا بقول ان انا اللانهايه انقضت فعلا، وده لا يجاوزه العقل لان اللانهايه لا تنقضي. حتى بالمثال يتضح المقال زي ما بيقولوا، انت اكيد عارف طبعا مثال الرصاصه والجندي، ومثال حتى برضو احنا كمولودات، يعني لو كان البشر يعني لو كل واحد مستني مثلا ان ابوه يتولد والاب مستني ان الجدي يتولد وهكذا وهكذا وهكذا، ما خلاص انت مستني عدد لا نهائي من الناس تتولد. يعني ايه؟ يعني لا نهائي من عمليات الولاده تنقضي وتتم قبل ما انت ما تتولد. طب ما ده لا يجوز العقل، عشان كده يجب ان يكون هناك انسان اول هو لم يولد، او يعني لم يكن معتل على غيره في الولاده، يعني ما كانش مستني ان هو بقى يبقى له اب والاب ده يتولد وهكذا، لا مستحيل، لان اللانهايه لا تنقضي. اما اللانهايه بالقوه اللي هي اللانهايه، ان انا انطلق من نقطه في يعني فاهم الى ما لا نهايه، اللانهايه بالقوه هي لا تتعارض ولكن هي غير متحققه، لان هي مفهوم اعتباري غير متحقق. يعني انا مستحيل مثلا ان انا الاقي عدد لا نهائي من زجاجات المياه في مكان ما، او عدد لا نهائي من الاشخاص في مكان ما. انت دايما هتقولي لا مفيش حاجه اسمها كده، اكيد مهما كان الاشخاص دول كتار جدا هم برضو عدد متناهي، مفيش اي مشكله يعني لا نهايه. ولكن هي لا نهايه بالقوه ليه؟ هي مفهوم القوه هنا يعني اللي هو باعتبار ما سيكون، كلمه القوه تقدر تقول عليها مجازا اللي هو اعتبار ما سيكون. ليه بنقول ان هي لا نهايه بالقوه؟ لان هي لا نهايه من مفهوم ان احنا في اضطراد وتزايد لا نهائي. يعني انا حتى لو فضلت ماشي على رجلي مثلا، فضلت ماشي ولا بعربيه، فضلت ماشي 1000 كيلو 2000 كيلو حتى مليون كيلو 10 مليون كيلو مليار كيلو، هم في الاول وفي الاخر هم مهما فضلت ماشي هي كميه متناهيه اللي انا بمشيها، بس مفهوم اللانهايه منين؟ ان انا هكمل ماشي. فاهم يعني؟ حتى انا كنت كلمت قبل كده قلت في مثال كده بيوضح الفرق ما بين الاثنين وبعض، اللي هو انا لو قلت انا جاي من اللانهايه الا مدينه دبي، انت نفسك هتقول لي لا استنى ايه اللي انت بتقوله ده، ده مفيش حاجه اسمها كده، انت ازاي مشيت مسافه لانهائيه؟ الكلام انت بتقوله ده غلط. لكن لما اقول لك ان انا جاي من مدينه دبي الى ما لا نهايه، انت عارف ان انا مستحيل اجي في وقت واقول انا مشيت مسافه لا نهائيه، ده مستحيل يحصل. بس انت فاهم ان انا ليه بقول الى ما لا نهايه؟ لان انا هفضل في عمليه اضطراد وزياده لا نهائيه، هفضل دايما ماشي 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 ماشي، فيعني هكون في ما لا نهايه بالقوه، وهظل فيها، هظل في ما لا نهايه بالقوه، يعني مش لن تتحقق بالفعل، لا 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 ده مش هيحصل، لكن هي هتظل بالقوة من مفهوم الاضطراد والزيادة المستمرة. بس فرانك، ممكن سؤال في برهان التطبيق؟ مين اللي بيسأل؟ تحت. أهلا وسهلا. ممكن تقول لنا نقد ابن تيمية ليه والرد على نقد ابن تيمية؟ أنا والله مش فاكر نقد دلوقتي، أنا فاكر إن ابن تيمية كان له نقد على الموضوع، بس فعلا والله مش فاكر. ويعرفنا هو عليه يعني، هو طالما انت عارف. لا لا انا مش عارف، انا عايز اعرف النقد. انا سامع ان ابن تيميه نقد. يعني انت عارف ان ابن تيميه له رد ومش عارف ايه هو الرد؟ عادي مفيش مشكله، بس عادي مفيش مشكله. انا فعلا كنت فاكر ان فيها ناس استشكلت على برهان التطبيق، بس فعلا مش فاكر يعني. وفي فكره خلي بالك مش هو البرهان الوحيد يعني، انا ممكن اقرا النقد عادي دلوقتي، بس يعني انا عايزك لو انت فاهمه يعني او فاهم النقد. لا والله انا مش فاكر النقد اصلا كان ايه، ومش فاكر يعني الرد عليه يعني، فانا ممكن ارجع تاني وعادي مفيش مشكله، وان انا يعني فاهم بقى ارجع لك في اي وقت تاني. هو صوت الشخص اللي بيتكلم ده حاسس ان هو مميز، بس الكوره والاسم ما اعرفهمش، بس قشطه ماشي اوكي. لا هو انت قصدك الصوت؟ لا والله غريب عندي صدقني. لا مش عارف، لا مش على حاجه، انا بقول انا ليه انا حاسس ان صوته مش غريب، بس قشطه. المهم طيب، انا سبتك فرصه فانك عشان تتكلم، فانا هسيبك ممكن تديني بس فرصه عشان خاطر انت قلت حاجه كتير جدا. اتفضل. اوكي انا سيبنا المخاص خالص، انا عارف انت هيبقى اكيد عندك اعتراضات. زي ما قلت قبل كده انا كذا مره قلت، هو موضوع الرجوع لما لا بدايه ده، هو لو احنا بنتناقش في موضوع الاله، فهو مش هو ده اللي هيوقف الدنيا يعني، لو او هو ده اللي هيقنعني او يثبت لي وجود اله، فانا ما عنديش اي مشكله في اي لحظه ان انا اقول لا قشطه عادي، ممكن اثبت او يعني اتفق ان في بدايه، سوري مش في بدايه يعني، في حاجه ازليه او ان مفيش تسلسل لا نهائي، وده مش هيعمل لي مشكله. ده النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، صوتي كويس عشان كذا حد كان بيقول لي الفتره اللي فاتت ان صوتي واطي، يعني هو صوتك واطي سنه مريخي بس يعني هقرب كده احسن. طيب كده اوكي، انا حاطط المايك في بقي ماشي. فالنقطه الاولانيه بالنسبه لي انا، يعني لو انا بتناقش في حته الرجوع لما لا بدايه، مش عشان خاطر هو ده اللي انا بحاول اهرب بيه من وجود اله، يعني مش دي النقطه اللي هتعمل لي مشكله، ده نقطه. النقطه الثانيه، مشكله اللا بدايه انا بتناقش فيها كناحيه فلسفيه اكتر، مش برضه ثاني مالهاش علاقه بالاله. اللي انت قدمته كله انا عندي فيه مشاكل كتير. اول حاجه تاني، كل الامثله اللي انت بتضربها او اللي انا سمعتها طول الوقت واللي قريتها في كتب ابن سينا وقريتها في كذا حد، هي كلها بتناقش على ان احنا لما
ازاي مش عارف. انا برضو مش انا مش مش يعني ما فهمتش اول اللي انت قلته، بس انا فاكره من الرسمه اللي انا حضرتها، ما اعرفش هو ده اللي انت كنت بتتكلم عليه ولا حاجه تانيه، ان لو في مثلا نقطه وممتده لا نهايه وبعد كده بعديها جت بعديها بمسافه وخدت نقطه تانيه، فهما الاثنين هيبقوا لا نهايه، مع ان انت لو طرحت النقطه دي من النقطه دي ما ينفعش، فيبقوا ازاي الاثنين لا نهايه وده ده جزء من ده، فيبقى الجزء اقل والاثنين يوصلوا ان هم يبقوا لا نهايه في الاخر. فده كلام اصلا مش معقول يعني، كلام اي حد يفكر فيه لان هو في هري. وانا مش مختلف معاك خالص في الحته دي، انا متفق معاك، بس هو هنا تاني عشان خاطر دي المشكله اللي احنا كتير مننا للاسف بيقع فيها، وانا نفسي كنت بقع فيها. ان في فرق ما بين ان العرض يكون سخيف او زي ما بيسموه ساعات احنا بنسميه في الفلسفه بالانجلش اللي هو absurd، اللي هو هيوقعنا في حاجه كده اللي هو حاجات مش مفهومه، حاجات غريبه، وفي فرق ان هو يكون متناقض او ان هو في استحاله لما نحط. البارادوكس والكونتراديكشن. بالظبط، الله ينور عليك. انا معاك طبعا ان احنا نقعد نعمل الحسبه دي، وعشان حتى الرياضيات نفسها ان انت تطرح لا نهائي او تضيف لا نهائي على لا نهائي، ما فيش حتى لسه في الرياضيات نتيجه الارقام دي كلها لسه حاجات احنا مش عارفين ازاي نحسبها، لان زي ما انت قلت اللا نهائيه اصلا مفاهيم، مش حاجه غالبا مش حاجه متحققه بنشوفها جوه الكون. وده برضه انا متفق معاك عليه، عشان برضه ما حدش يفتكر ان انا يعني برفض وخلاص اللي انت بتقدمه. انا متفق معاك برضه ان احنا ما اعتقدش احنا نقدر نشوف اي حاجه جوه الكون لا نهائيه بالمعنى الحرفي للا نهائيه. فتاني احنا لو احنا بنتكلم عن حته الممكن والمستحيل، فهو الموضوع مش مستحيل، ولكن هو فعلا لايك غريب وسخيف، او ممكن يكون في شويه ابسيرديز. طيب الحاجه اللي انا شايف ان كذا مره سمعتها في حد عنده مشكله لما بنتكلم على ان، ودي دي صدقني يا فرانكشتاين لو الناس كده فهمتها هتعرف انا اعتراضي، انا مش هقول ان هم هيقتنعوا، انا مش عايز حد يقتنع، انا عايز بس الناس تفهم انا اعتراضي جاي منين. لما بنيجي نستخدم الفاظ زي ما اجي اقول ان انا جاي من لا نهايه، او حد يجي يقول ان هو جاي سوري لا من لا بدايه، او حد يجي يقول انت جيت لي من لا بدايه ازاي وصلت هنا، انا معاك 100% ان الجمله دي بتناقض نفسها، وعشان كده عمرها ما هيبقى منطقي ان حد يكون جاي من لا بدايه ويوصل للنقطه اللي احنا فيها دي. اتمنى ان تكون الحته دي مفهومه. انا متفق معاك ان ده مستحيل، بس مستحيل ليه؟ لان انت اصلا لفظيا لما بتقول لفظ كلمه وصلنا او ان انا وصلت للنقطه دي، فانت كلمه وصول نفسها بتتضمن بشكل او الاخر ان في بدايه، بس احنا بنقول ان ما فيش بدايه. فانت اما تقول ان انا وصلت للنقطه دي فده فعلا بيبقى فيه تناقض، بس احنا عشان كده بنحاول نتفادى لفظ ان انا وصلت للنقطه دي. هو احنا في النقطه دي هل احنا وصلنا ولا ما وصلناش؟ هو ده السؤال اللي احنا بنحاول نساله، هل في بدايه ووصلنا ولا ما فيش بدايه؟ ففي الحالة ان لو ما فيش بدايه يعني على فكره تاني برضه عشان النقطه دي تبقى واضحه، انا ما بقولش ان ما فيش بدايه، انا كل اللي بقوله ان الموضوع مش مستحيل ان ما يكونش فيه بدايه. فلو قلت كلمه وصلنا فانت طبيعي طبعا هتلاقي ان فيها تناقض، وبالتالي هي مستحيله، ولكن هو اللفظ اصلا هو اللي فيه مشكله. فاحنا هنا في النقطه دي ما وصلناش. طيب الحاجه الاخيره، او يعني ممكن حاجه تانيه برضه عشان انا بحاول افتكر انت قلته عشان خاطر ارد على معلش كل يا نقطه. مريخي، وضح الحتة دي عشان أنا مش فاهم قصدك اوكي حاضر، بالتفصيل. هعيدها تانية يا استاذ هشام. اوكي، لما اي وقت هتستخدم فيه لفظ وصلنا، انا مثلا هاجي اقول لك انا وصلت البيت، اي حد هيبقى فاهم ان انا اتحركت على طول، دماغك بتلقط ان كلمه وصول دي ان انت اتحركت من حته. طب انا وصلت فرضيا البيت في يبقى انا مثلا بداية، احنا عايزين فرضية اللي هو انا عايز اللي هو الايه الفولس كونديشن، اللي هو اللي انت بيه مش قادر تقتنع 100% ان اكيد ممكن يكون مفيش بداية. ما بقول ان هي ما هي لو هي استحاله منطقيه، انا بقول ان هي مش مستحيله، هي لو هتبقى مستحيله لو انت افترضت ان في ان احنا وصلنا، لان انت اما تقول وصلنا فانت بتقول ان في بدايه، وبتقول في نفس الوقت ان ما فيش بدايه، فهنا في تناقض، ففعلا هيبقى الموضوع مستحيل. بس هو لفظ المشكله في ان انت بتستخدم لفظ ان احنا وصلنا، مش ان هي في بدايه او ما فيش. هل الحته كده وضحت شويه؟ ماشي، ما اكلمك فهمتش الفوق. انت ولا بتشرح هشام؟ دلوقتي ان في سبيشال كيس، ان السبيشال كيس دي بتمنع ان بسبب هو مش اختلاف سبيشال اللفظ. كيس، هو انا يعني انا الى حد ما فهمت قصد مريخي، يعني هو مريخي قصده في النص، بس انا عامه انا عايز يعني انا اقول عارف، لك انا بس اكيد عندك او اعتراضات كمل كابتن. كلامك عشان ما سيبني تفتكرش سيبني ان انا اكمل، بس انا عارف كمل. انت اكيد في اعتراضات، انا ما بقولش ان انا هقنعك بالكلام، انا بس عايزك لا تفهم عادي عادي يا باشا، اعتراضي احنا جاي بس we are trying to meet in a common ground، مش اه اكتر. بالظبط، انا عايز اتفضل. بس اوصلك افهمك الاعتراضات بتيجي من او اعتراضاتي انا بتيجي من. اوكي كنت عايز اقول حاجه تانية. حته لما بنيجي نقول برضو فكره ان والله لو ما فيش بدايه فانا مش هبقى موجود، انا مثلا كمريخي لو ما فيش جدي ابويا وجدي وابو جدي وجد جدي وبلا بلا بلا لحد، فانا مش هبقى موجود. فانا بما ان انا موجود، ده تقريبا اغلب الردود اللي انا بسمعها او اغلب الطريقه التفنيد فكره ان لازم يكون في بدايه. ففكره ان لو ما فيش بدايه فانت مش هتبقى موجود، لان هيبقى مر. وباشا انا مش بحاول استخدم لفظ لا نهائي اللي هو لا، المهم يعني حاجه لا محدوده او لا نهائيه من الزمن. فانت بتقول بمرور ما لا يمكن ان يمر، وهنا برضه انا معاك ان لو انا قلت كده يبقى انا بوقع نفسي في تناقض، وهيبقى ساعتها الموضوع هيبقى مستحيل. بس ده اللي احنا مش بنقوله. لو انت بتتكلم على ان احنا دلوقتي في نقطه
بره اللانهائيه او بره اللامحدوديه، اللامحدوديه عدت بعد كده، انا وصلت للنقطه اللي انا بتكلم فيها دي دلوقتي مثلا، زي ما انا بتكلم معاكم ساعتها هبقى معاكم ان احنا بنتكلم في هري، غالبا بنتكلم في هري، ان ساعتها احنا بنتكلم على ان في لانهائيه عدت وده هري، بس اللي ده مش اللي احنا بقوله، او مش ده اللي احنا اللي انا بتكلم فيه، ان النقطه اللي احنا فيها دي نفسها هي جزء او نقطه جوه اللانهائيه نفسها، احنا كل ده احنا لسه جوه اللانهائيه، اللانهائيه ما مرتش ولكن الاحداث بتمر، فاكيد طبعا والدي كان موجود وجدي كان موجود وكل دول احداث مرت لحد ما انا وصلت، فانا طب بقول اكيد معلش، طبعا اكمل بس عشان خاطر يعني اوكي هو افهمني لحد اليوم اللي اخر عشان قبلك، خاطر بس بس اسمعني بس، عبد المنعم عبد المنعم لو سمحت بس. سيبه سيبه لو عايز تسأل حاجة لا وهكمل لا مش قول مشكلة. يا مريخة، بس قول كمل كلامك وبعد كده مريخ انا يعني هو اللي هيكمل بعدك بس خلاص مش اوكي. فاكيد لو احنا بنتكلم على احداث ان الحدث لا نهائي، طبيعي يبقى الحدث اللي بعده مش هيجي، انا متفق معاك على الحته دي، عشان برضه نبقى احنا بنحاول نمسك ارض وسط، يعني ارض يعني ارض متفقين عليها. لو احنا بنتكلم عن الحدث اللي قبل الحدث اللي انا فيه ده لا نهائي، طبيعي ان انا مش هوصل للحدث اللي انا فيه، بس ده مش ده احنا مش ده اللي انا بقوله، او مش ده فكره اللانهائيه. احنا بنتكلم فيه ان الاحداث كلها بتمر، ولكن الاحداث كلها هي جزء من حاجه ممكن. ثانيا الكلام ده على انه ممكن، مش بقول ان هو حقيقي، يعني انا مش بدعي ان ده متحقق. ان ده ان الحدث ده حدث من احداث، والحدث اللي انا بتكلم فيه ده والحدث اللي بعده واللي بعده واللي قبله كلها هي احداث من اللانهائيه. طيب قلت ايه تاني بقى؟ فمش ما اعرفش لو انت عايز لسه تكمل في، لو انا بس هقول اعتراضاتي على حته اللا بدايه، فهي دي اعتراضاتي. لو هتكلم بقى كمان في حته ان فكره ان حاجه مش معدومه، بس اعتقد دي هتبقى نقطه تانيه، فاحنا ممكن نتفق ان احنا على الاقل مش هنتفق في حته اللا بدايه، وممكن ساعتها بقى نتكلم في هل في خلق وفي عدم، وممكن لو انتوا عايزين نمشي في الطريق ده يعني احسن عشان ما طيب نتوهش. اتفضل رضي عبد المنعم. هو انا بس كان عندي اعتراض، يعني هو مغيث بيقول ان احنا في اللا نهايه نفسها. طيب قبل ما تتكلم الكلام ده، كانت اللا نهايه في اللحظه دي خلصت ولا لا؟ ما هي دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها اصلا. يعني هل قبل لحظه الكلام دي كانت اللا نهايه انقضت ولا لا؟ طيب يا عبد المنعم، عشان تاني، عشان انا بس هقول الحته دي، عارف انت ممكن تكون كلكم عارفينها، بس عايز بس اميك شور ان احنا متفقين عليها، احنا بس بس عشان دي خاطر لفظ. يا مريخي قبل ما تجاوب، هي دي اوكي الفولس كونديشن بتاعتك، هي دي الحتة اللي تنفي طب او يا جماعه مش مشكله ما لا ده مش مشكله، دخل، لو ما حاجه حدش دخل فيه لو مناقشه، تعليق مش عايزك بسيط. في مناقشه، انا بفهم قشطه. منك بس. لو في تعليق عادي ما عنديش مشكله، ما دام اهم حاجه يعني ما حدش مش هن اوكي مش هن مش مش هيبقى نقاش. طيب انا كنت هقول نسيت، سوري. كان عبد المنعم بيقول ان لا نهايه عدت. ماشي عبد المنعم، ماشي انا اسف، ممكن تقول اعتراضك تاني عشان نسيته؟ انا اسف. انا بقولك قبل نقطة كلامك دي كانت الملا نهاية خلصت ولا لا؟ اوكي، انا كنت بقول ان انا عايز بس اوضح ان احنا بس نبقى فاهمين حاجه كذا حاجه. في فرق ما في، احنا كلمه اللي هو beginning less، اللي هو اعتقد بالعربي اللي هو ازلي، ده اللي هو ملوش بدايه، eternal يعني وفي اللي هو خلينا نتكلم عربي عشان خاطر ما نتوهش ماشي من بعض. الازلي، يعني انا تمام هترجم تمام اصل المفروض فاهم، عربي اصل عشان دلوقتي ما شاء الله حتى بقى دكتور لا بي بيستخدم كلمة السرمدي كمان فاهم، فالموضوع ابتدى يزيد عن حد شوية، بس ماشي كمان. انا اعتقد انا عارف الالفاظ بالعربي، وصحح لي لو قلت حاجه فيهم عربي غلط اكيد. يعني في لفظ اللي هو beginning less اللي هو ملوش بدايه، فده اعتقد في العربي اللي هو الازلي، وفي اللي هو endless اللي هو ملوش نهايه، وده اللي هو ابدي، وفي اللي هو اللي احنا بقى اعتقد معظمنا بنستخدمه في كلمه، لما بنستخدمه قدام كلمه لا نهايه، وده اللي انا بيلخبطني شويه، اللي هو infinite اللي هو لا محدود. صح كده يا فرانكشتاين؟ غالبا انت ما بتتكلم على لا نهايه، قصدك بتتكلم على infinite. لا هو عامة حتى، ما هو بص هقول لك على حاجة، لا نهاية هو ما لا يحدد أيا كان بقى، لا يحدد في الوجود، ما لا هو يحدد في العدد، لا، بس لا انا ممكن اقول يحدد لك في اللا نهايه ده له بدايه. يعني لو انا هستخدم الالفاظ بتاعتي اللي انا عارفها اكتر، ان اللا نهايه بالذات اللي هو الاندلس، فممكن يكون له بدايه بس اندلس. تمام، بس يعني ما احنا كده كده احنا ما عندناش مشكلة في الأبدية، يعني الأبدية تمام، بس قلت لك احنا ان هي بتكون غالبا بنتكلم، سوري اتفضل. ماشي ممكن صوت عندي لا بيجي اتفضل متاخر. اوكي، فاحنا غالبا بنتكلم على الانفينيت، على اللي هو لا محدود، او الشيء اللي هو ليس له حدود. صح كده لما انت بتقول لا نهائي؟ تمام، مفيش اشكال. ما هو بص اقول لك على حاجه، الانفينيت مش لازم يكون انفينيت اون بوث سايدز، يعني مش لازم ان انا اقول ان هو يعني هو انفينيت من الستارت ومن الاند، انا ممكن اكون يعني مثلا في الايترنال او في الاندلس، الاندلس هو انفينيت بس لو ستارت عادي جدا، انا ممكن ابدا اكاونت من زيرو او من 1 بس بشكل انفينيت، فاهم ازاي؟ قاعد عمال بكاونت اوكي، بكاونت يبقى انت بكاونت كده طول الوقت. مشكلتك في عشان خاطر ابقى اميك شور ان انا فاهم انت بتتكلم في ايه، انت مشكلتك في البيجنينج ليس اللي هو هو ملوش عامة بدايه. الاندلس نفسه برضه غير متحقق، خلينا متفقين، هو بس كمفهوم مفيش اشكال فيه. ليه؟ لان هو لا نهائي انفينيت، بس هو انفينيت يعني تقدر تقول كده ايه، هيفضل طول الوقت انفينيت ان ذا فيوتشر،
يعني هو اوكي اوكي it's not gonna happen. يعني هو مش هيتحقق فعلا ان هو infinite. لا لا، بس هو كل الفكره ان هو طول الوقت هتقول it's gonna be infinite. ليه؟ لان هو قاعد عمال بيزيد 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 بيزيد. فطول الوقت طول الوقت مهما انت فضلت تزود، انت في الاول وفي الاخر الرقم اللي انت وصلت له او البروجرس اللي انت وصلت له ايا كان بقى في اي حاجه، فالبروجرس اللي انت وصلت له هو already ended. This is not infinite. لا هو اوكي بس عشان كده انا فاهم قصدك. انا عارف ان هو هيبقى غير محدود من ناحيه الاخر برضه البوتنشال اللي هو بالقوه زي ما انت بتقول. انا بس عشان ابقى ميك شور، انا حبيت استخدم كل لفظ فيه من واحده عشان يعني نعمل فرق ما بينهم، ان هو لا بدايه لا نهايه، واللا محدود ده اللي هو لا محدود غالبا انت بتسميه صار ماضي، اللي هو من ناحيتين هو ما لا انا تقدرش هقول لك، تمسكه. انا هقول لك الفرق ما بين الثلاثه، والكلام ده حتى كلام فلسفي يعني، الكلام ده مش من اوكي كيسي يعني، براحتك، عشان انا بس عايزين نتفق على الالفاظ عشان اعرف استخدمها صح. مش عادي عادي. الازلي اللي هو الذي ليس له بدايه في الوجود، تمام. طيب والابدي الذي ليس له نهايه في الوجود، تمام، بس ممكن يكون له بدايه عادي جدا، تمام. السرمدي هو ما ليس له بدايه وليس له نهايه في الوجود، ده السرمدي، دي لفظه السرمدي. وتقدر ترجع لموسوعه الفلسفه بتاعت الدكتور عبد الرحمن بدوي، هتلاقي الكلام ده اصلا في اول جزء في اول صفحه لما كان بيتكلم عن الازلي. وحتى اتكلم ساعتها اتطرق، لان اول ما نعرف الازلي من فلسفه المسلمين كان الكندي، ففي الرسائل الكندي الفلسفيه في الجزء الاول في صفحه 45 في 46 في طبعه القاهره 1976، هتلاقي الكلام ده كله موجود. فهو لما اتكلم ففسر لك الثلاثه، قال لك ان الازلي هو ما ليس له بدايه في الوجود، والابدي هو ما ليس له نهايه في الوجود، السرمدي هو ما ليس له بدايه وليس له نهايه في الوجود. كل ازلي هو بالضروره ابدي وسرمدي، فاهمني؟ لكن الابدي لا، ليس بالضروره ان يكون سرمدي او ان يكون ازلي. فخلينا متفقين احنا بنتكلم عن الازلي اللي هو الذي ليس له بدايه في الوجود. يعني مثلا احنا مثلا حتى احنا لما بنقول مثلا ان احنا في الجنه هنبقى خالدين، دي ابديه، لكن هل ده معناه ان احنا ازليين؟ لا اطلاقا. طيب هل احنا ابديين لذاتنا؟ لا خالص، احنا يعني هنبقى ابديين بالقوه. ليه؟ من استمرار لا نهائي من افعال الترجيح في الوجود بس. ومين اللي بيعمل كده؟ الواجب. فاهم قصدي؟ يعني الابديه ليس معناها بالضروره الازليه، لكن الازليه لا، الازليه بالضروره معناها الابديه. يعني كل ازلي هو ابدي، ولكن ليس كل ابدي هو ازلي. اوكي انا فاهم الحته دي، بس انا صراحه مش عارف ليه. لو ممكن توضح لي بشكل بسيط ليه كل ازلي لازم يبقى ابدي؟ هقول لك ليه، لان الفكره كلها زي ما قلت لك ان هو ما ينفعش ينقضي الذي لا ينقضي، وكده كده عامه حتى ولو ما ينفعش ان تقوم في حوادث، الازلي لا يمكن ان تقوم في حوادث اصلا. ليه برضو بنقول كده؟ لان نفس المفهوم اللي انا قلت لك عليه قبل كده، او اللي انا اتكلمت فيه قبل كده، او ممكن تكون انت سمعته حتى من حد تاني غيري، يعني اللي هو فكره ان علشان يقوم في حادث، لان هو ازلي وممتد الى ما لا نهايه في الماضي، يجب ان يقوم قبله عدد لا نهائي من الحوادث. ليه؟ الابدي لازليته. يعني هو دلوقتي انا بقول ان هو هيطرأ عليه عرض معين او حادث معين هيقوم به، قبل ان يقوم هذا الحادث يجب ان ينقضي عدد لا نهائي من الحوادث، اي انه يجب ان ينقضي الذي لا ينقضي، وهذا لا يستحيل عقلا. عشان كده حتى عندنا في علم الكلام بنقول ما قامت به الحوادث فهو حادث، او ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، لان اكيد اي حاجه علشان يقوم فيها حادث يجب ان ينقضي قبلها عدد محدود من الحوادث. يعني حتى دلوقتي الكلام اللي انت اتكلمت عنه من شويه دي اصلا ده مبحث اصلا اسمه حوادث لا اول لها، هو هناك يعني ادعاء ما هو ايه ازلي في النوع حادث في الاحاد، كان يقال مثلا ان الزمن هو ازلي كزمن ولكن الايام في حادثه. فانا دلوقتي بتكلم ان اليوم نفسه كيوم هو حادث له بدايه وله نهايه، لكن الزمن كزمن ازلي. وطبعا الكلام ده لا يجاوزه العقل. ليه؟ لان انا دلوقتي مثلا انا دلوقتي في يوم كام؟ انا في يوم 16/9/2021. اكيد اليوم ده علشان يجي اللي هو الخميس النهارده ده لازم يكون عدد الايام اللي قبلها محدود، حتى لو الايام دي انا متفق معاك ان هي حادثه، بس عددها تعدادها ان شاء الله حتى يا رب لو كانوا 10 مليار يوم 100 مليار يوم مش مهم، الرقم مهما كان كبير مش مشكله، بس لازم يكون الرقم نفسه محدود. لكن لو قلت ان الزمن ازلي يبقى عدد الايام اللي قبل اليوم ده غير محدود، وده مستحيل. يعني انا بقضي عدد لا نهائي من الايام ازاي؟ يعني ازاي انا مستني عدد لا نهائي من الايام انه ينتهي؟ ده دي المشكله. يعني دي الفكره كلها، والموضوع لينير. انت اكيد فاهم ان حتى الموضوع مش واخد اي حاجه تانية، او الموضوع مش هيراركي مثلا ولا اي حاجه ولا متشعب، لا الموضوع لينير عادي جدا وماشي بشكل ايه خط يعني. فاللي هو الموضوع خلاص يعني هو ما هو هو عشان كده دايما بنقول ان اللي هو التسلسل محال، لان حتى في مثلا في مساله زي كده علشان يجي يوم معين لازم يكون عدد الايام اللي قبليه مهما كان كبير جدا لازم يكون عدد محدود ينقضي، ما فيش اي مشكله. وحتى انت نفسك لما قلت كلمه وصلت هي مش مقصود بها التحرك،
هو بس استخدام لفظي علشان نوضح لك ان احنا علشان نكون هنا اكيد اللي قبلنا انقضى. يعني علشان نكون هنا سواء كان بقى فعلا كلاما حدوثا اي حاجة اكيد اللي قبلنا انقضى، لازم يكون اللي قبلي ده انقضى يعني خلص خلاص وتمام. فعلشان ينقضي لازم يكون عدده محدود حتى لو رقم كبير جدا، بس المهم ان هو عدد متناهي محدود بس، فما ينفعش ان هو يكون عدد ليه محدود بس. دي الفكرة كلها والله يا مر. ما بص انا زي ما اقول لك، انا لازلت شايف ان انا متفق معاك على معظم الكلام، فكره ان لازم اللي قبلي ينقضي عشان نيجي اليوم ده قوي، كل ده انا متفق معاك عليه، بس حته ان هو لازم يكون يعني محدود، انا عندي مشاكل في الحته دي. انا شايف زي ما قلت لك، انا شايف ان هو لا، يعني احنا لو مسكنا السلسله من جوه احنا شايفينها نقدر نعدها ونقدر نشوف الاحداث بتاعتها، بس هي من بره كلها كسلسله كامله لا نهائيه. انت تعرف انا سمعت الجمله دي من كهربا، بس ساعتها ما رضيتش اتطرق معاه الموضوع ده. انت تعرف في مريخي ان حتى الكلام ده رغم ان هو لا يجوزه العقل فعلا، بس حتى كفرضيه تم فرضه. وساعتها قالوا ايه؟ قالوا طب هنسلم ان في سلسله لا نهائيه من الممكنات ممتده في الماضي. والله العظيم قالوا كده. قالوا طب تعالوا نشوف، فهل السلسله دي يعني هو حتى في انت، عشان كده فعلا بجد انا حبيت جدا لما انت قلت ان انت مش محتاج يعني اثبات، يعني مش محتاج التسلسل في اثبات وجود الاله، يعني مش الموضوع مش متوقف عندك على كده، لان كلامك صح على فكره. لان هو حتى كان في بعض الناس من المتكلمين قال لك ايه، قال لك هو احنا كل ما هنيجي نثبت وجود الاله هنستخدم التسلسل؟ طب ممكن ما نستخدموش. قال لك اه، قال لك احنا تعالى نفرض مجازا كده، يعني اللي هو من باب ايه الجدل بس، رغم ان هم معترفين ان ده مستحيل وتمام جدا، بس قال لك تعالى نفرض ان في تسلسل لا نهائي في الماضي من الممكنات. قال لك لان هي ممكنات، فكل الحلقات اللي ما مع السلسله دي لها صوت قطع فرانكشتاين. ثواني يعني ارجع ثانيتين بس، يعني ارجع جملتين ورا معلش. مفيش مشكله، حتى لو افترضنا انا بقول لك كلها موجوده فكلها هي سلسله من الممكنات، فكل حلقات السلسله دي كلها لها بدايه في الوجود، يبقى طبيعي ان السلسله لها بدايه في الوجود. فاهم ازاي؟ يعني بمعنى ان السلسله نفسها في الوجود مفتقره للايجاد، يعني مفتقره لمن يوجدها. وهنطبق عادي جدا نفس الاحتمالات اللي انا كلمتك فيها من شويه، لو قلنا ان السلسله دي رجحت لنفسها ده لا يقبله العقل، لان معناها ان هي موجوده قبل ان تكون موجوده، وهذا لا يجوز العقل، لان معنى لازم الكلام هنا ان هي كانت موجوده حينما كانت عدما، يعني ما هو الوجود قبل الوجود هي الوجود حين العدم، وده مستحيل. او ان هي رجحت لجزء منها، وده احنا قلنا هيوقعنا في الدور، والدور محال. وكمان اصلا الاجزاء اللي منها او يعني لا، اي انها مفتقره والمفتقر لا يرجح اصلا، يبقى ما فيش اي حل غير ان احنا نقول ان من رجحها هذه السلسله اللي احنا سلمنا بيها مجازا وهي سلسله لا نهائيه من الممكنات، ان من رجحها هو واجب للوجود، هو الذي يستطيع ان يرجح، لان هذا من هويه الممكن، قصدي من هويه الواجب، اما الممكن لا يرجح. فاهمني؟ اوكي يا فرانكشتاين، احنا كده ممكن يعني انا اعتقد زي ما قلت لك احنا ممكن موضوع نفوت حته اللي هو التسلسل زي ما انت قلت بالظبط، ان انت كنت شايف كده ان هي لو اتفقنا اختلفنا تتفق معايا مش تفوت تتفق معايا يعني. لا هو فاهم قصدي نفوت، يعني مش نكبر دماغي، يعني هو فاهم يعني في الاخر ممكن ما نوصلش قضيه، هو قصدي يعني لو ايه لسه يعني نحطها كده على جنب فاهم، ومنكرمونين قصدي بس كده. انت انا وانت فرانكشتاين او مستر لو ممكن انا وانت فرانكشتاين اعتقد احنا اتفقنا، انت قلت ان في تسلسل لا نهائي، ما فيش تسلسل لا نهائي، ده مش هيمنعك انت تثبت وجود الاله، بس ما يمنعش. انا برضو قلت لك من الاول، قلت لك ان انا معترف، وحتى الناس اللي قالوا بالفرضيه دي هم نفسهم معترفين، وبيقول لك أيوة احنا عارفين ان التسلسل، بس هو بيقول لك تعالى نفرض. فاهمني؟ بس عشان ما حدش بيستدل عليك مدام النقطه يجي يقول ان فرانكشتاين قال ان التسلسل، لا ما قلتش كده يا اسطى، لا ما قلتش كده خالص. انا قصدي ان انت مدام النقطه دي مش محوريه قوي يعني، انت ممكن انت برضو تعمل اللي انت عايزه من غيرها، وانا نفس الكلام. وانت بناء على ايه بتحكم ان هي مش لا على فكره هو على فكره هو كلامه صح فين، لان في اوقات بيحصل اشكال. وفرانكشتاين هو اللي قال كده دلوقتي، يعني انا مش بقوله حاجه، هو برضو قال الكلام ده. لا انا فاهم يعني. انا فاهم يا مريخ، عارف الاشكال جاي منين؟ لان احنا بنقول ان الممكن مفتقر للواجب من هويته مش من التسلسل، يعني الموضوع مش بتاعنا مش تسلسل اصلا، الموضوع اصلا ان احنا بنقول ان الممكن مفتقر للواجب ولمن يوجده من اصلا من مفهوم الهوية نفسها. هو الممكن هويته كده لأن له بداية في الوجود قبلها كان عدما، فهو مفتقر لمن يوجده. يعني الموضوع بتاعنا أصلا مش تسلسل أساسا، يعني هو بمجرد أن أنت تثبت أن الشيء حادث وله بداية في الوجود خلاص هو مفتقر بس. أوكي
هنا بقى ممكن انا ممكن اكمل بقى يعني، لو نكمل بقى في حته اللي هو السلسله، وبين السلسله كل اجزائها ممكنه. طبعا انا عندي طبعا اول مشكله، طبعا اول اعتراض اعتقد ان انت اكيد هتكون سمعت قبل كده فكره ان انت بتعمل المغالطه اللي هي مغالطه التركيب. هو مش معنى ان كل اجزاء السلسله ممكنه ان هي اصلا بالتالي السلسله لازم تكون ممكنه. ده جزء من المشكله. ممكن بس تعالى حتى الحته دي الحته دي وبعد انا كده برضو انا عندي مشكله اكبر. هعلق عليها، هقول لك على عليها، لان قبل كده ما رضيتش اعلق عليها يعني. انا بس صوت انا صوت هقول لك، بيقطع. اوكي اسود صوت ممكن يكون متاخر، عندي انا سوري. مشكله في النت، ممكن يكون عندي انا مشكله في النت، طب بس معلش المشكله عندنا مش في النت، مشكله. ممكن بص انا هقول لك ثواني على حاجه، ثواني وهرجع تاني. تمام مفيش مشكله. سامعني كويس؟ طيب يا جماعه. فرانك سامعك كويس؟ جميل، واضح 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 يا فرانك. يا عم هدي هات حتة كل حالك. ايه؟ هات حتة حتة يا باشا، ده كله والله العظيم ثلاثة حبيبي يا غالي. ايه طب معاك طحينة ومخلل كله وكده يا ولا باشا، وليمون مخلل وجزر والدنيا تمام. يا عم جافا انت ده فين بكيل طيب؟ مش غادي يعزم علينا يا باشا، ده انا لغاية بالله يا عم ده في عندك كلام والله. تقيل. انت فين طيب بالله عليك؟ يا ابعت لي حبيبي قول لي انت فين وانا اجي لك. اسكندرية يا راجل والله. يا عم ايه مشاويرك بايدك كده ليه يا عم؟ اعمل ايه لك بقى؟ بلاد انا جاي لك يا عم، تعالى تنور يا غالي حبيبي. تسلم كده. ده سؤال انا موجود. تمام يا مريم. بص يا سيدي اقول لك على حاجه، الكلام ده تمام سليم، بس في التبعيات مش الذاتيات، يعني في الصفات التبعيه مش في الصفات الذاتيه. انت مثلا ممكن تيجي تقول لي ايه لك المثال اللي انا سمعته، اللي هو مثلا لو قدامي حيطه كبيره هي متكونه من حجاره، الحجاره صغيره، هل ده معناه ان الحيطه صغيره؟ انا نفسي اقول لك لا، الحيطه اكبر. ومقارنه يعني حتى لو خدناها على سكيل نسبه وتناسب، اللي هو حجم الحيطه بالنسبه لحجم الحجر، لا الحيطه كبيره جدا، بس دي اسمها تبعيات. لكن في الذاتيات الكلام ده لا يتحقق. يعني بمعنى مثلا الذاتيات اللي هي زي ايه؟ الحجر نفسه بيتكلم؟ لا هو لا يتكلم. طب انا لو حطيت شويه حاجات على يعني بنيت حيطه، هل الحيطه هتتكلم؟ برضو لا. طيب لو قلنا مثلا حاجه تانية، الضحك، الحجر ما بيضحكش. طيب هنحط شويه حجاره فوق بعض هنبني حيطه، الحيطه هتضحك؟ لا. الحجر مثلا ما ينفعش ان انا اسالك الحجر ده هو متزوج ولا اعزب، لان ده اصلا مش من خصيصاته. احنا ليه قلنا، احنا ليه 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 المثال بتاعنا مثلا نافع في حته اللي هو الحجم او اللي هو ده صغير وده كبير؟ لان الاثنين ليهم نفس الخصيصه وهي التحيز، ان الاثنين متحيزين. فانا لما بنيت الحيطه من تراكم التحيز، ان ده تحيز بجنب ده جنب ده جنب ده، اللي هو طرق عرض الاجتماع، فهمني ازاي؟ لما الاثنين اجتمعوا او عرض الاتصال، يعني مش عارف ده ينطبق عليه عرض اجتماع ولا عرض اتصال، معلش يعني ممكن ابقى ارجع اقولها، بس عامه ماشي تمام. قلنا ان الحيطه بقت كبيره، دي حيطه كبيره. لكن في الامور الذاتيه لا، ما ينفعش يعني الحجر مثلا ما عندوش اراده، ما ينفعش ان انا احط شويه حجاره جنب بعض ابني حيطه اقول ان الحيطه عندها اراده. لا لا ده مش مقبول ولا علم ولا اي حاجه من الكلام ده. فالكلام ده سليم، انا ما عنديش مشكله معاه، بس في الامور اللي هي التبعيات، لكن في الذاتيات لا، لا يجوز طبعا. اوكي يا فرانكشتاين، هو انت ضربت مثال انا ما عنديش اعتراض عليه. وعلى فكره هو الفكره في المغالطه مش ان دايما الصفه اللي في الاجزاء مش دايما مش تنطبق على الكل، او هنقول احنا ما نعرفش، ما تقدرش تتحرك من الجزء للكل. بس انا ممكن اديك المثال بقى بشكل مختلف. انت ضربت مثال اللي هو فعلا عندك حق، الطوب لو مهما حطيته مع بعض ما غالبا مش هيضحك، غالبا مش هيفكر. بس انت عندك مثلا زي اعتقد المثال ده بقى كان مش عارف شكل مين كان بيضربه عشان ما نسيبوش لنفسي، يعني ان انت مثلا عندك لو جبت المحرك، لو جبت حديد، لو جبت مش عارف عجل وحطيتهم، ما فيش حاجه فيهم من دول بتطير، بس لما تركبهم مع بعض عندك الطياره بتقدر تطير في النهايه. ففي حاجات بتظهر، وده نفسه فكره كان يعني الجزء اللي هو ان الكل بيبقى فيه حاجات اوقات مش موجوده في الاجزاء. فانت عندك زي ما قلت القطع بتاعه الطياره. معلش ممكن تعيدها تاني؟ معلش انا اسف بعتذر منك. لا لا عادي ولا يهمك، انا عارف ان النت زفت. اوكي انت عندك قطع الطياره، لو جبت كل قطع من الطياره ومسكتها هي لوحدها الحاجه دي ما بتطيرش، ما فيش حاجه فيهم فيها صفه الطيران، ما فيش ان هي كلها حديد وخشب وعجل وكراسي، يعني ما فيش اي حاجه فيهم، ومستحيل حاجه فيهم تطير لوحدها. لما بتحط الاجزاء دي كلها مع بعض بتظهر حاجه جديده مش موجوده في الكل، مش موجوده في الجزء اللي هي الطياره والطياره بتطير. عندك حاجه مثلا ثانيه برضو ممكن ابسط، انت عندك مثلا اللي هو الاتومز اللي هي فينا كلنا موجوده في كل حاجه، مثلا زي ال H2O بتاعت الميه، لو مسكت الاتومز بتاعت الهيدروجين مفيش فيها سائل، هي مش سائله،
ونفس الحكايه لو مسكت اكسجين ما فيها مش سايله، لكن ال H2O بتخلي فيه اللي هو صفه السيوله بتاعه الميه وهكذا، عندك في امثله كتير. فعشان كده هي المغالطه مش مغالطه ان هي دايما هي مغالطه، لكن هي مغالطه عشان ما تقدرش تتحرك من الجزء للكل او من الكل للجزء، لان انت مش اكيد ان عشان في صفات في الاجزاء فمش تظهر في الكل، او العكس مش اكيد عشان في صفه في الكل فلازم هتظهر في الجزء. فاهم قصدي؟ ايوه فاهمك يا باشا. انت قبل ما تتكلم يا فرانكشتاين هعلق تعليق سريع على امثله. هقول حاجه لفرانكشتاين واعلق يا هشام. انا عايز بس اميك شور يا فرانكشتاين انت عارف ان انا بدردش معاك عموما، يعني انا مش والله عارف، وانا والله اتمنى انت تكون فاهم نفس الكلام، يعني حتى نظن واضحه، يعني انا بدردش معاك مش عارف. ماشي، انا خدت انا بس اميك شور بس قول يا استاذ هشام اتفضل. تمام. بص يا مريخي، هو الامثله بتاعتك طبعا منطقيه جدا، بس فيهم اصلا اسقاط ودليل على وجود يعني إرادة في الموضوع. الإرادة ما كانتش في المادة في حد ذاتها. فعلا المواد لما جت في مثلا زي الطيارة وكده تغيرت صفاتها وبدأت بتطير، رغم ان كل جزء مش بيطير. بس اللي حصل في الحكاية دي مبدئيا في مثال الطيارة ان في مهندس، والمهندس هو بإرادته هو اللي حول الأجزاء دي وغير خصائصها بناء على علم اللي هو علم الهندسة. فاحنا بنعمل تقريبا كده اسقاط على وجود الخالق في مثال الطياره. فاهم قصدي؟ اوكي، برافو عليك يا هشام، برافو عليك يا هشام والله. اوكي، هو ده رد فعل ذكي. يعني هو ده رد فعل ذكي منك، بس هو يعني انا برضه ضربت مثال تاني اللي هو ال H2O. بس المثال اللي هو اللي هو ما انا ما كملتش، انا ما كملتش كلامي، كنت مستني لان انا كنت متوقع السؤال ده. الماده في حد ذاتها لن تستطيع ان تخصص شيء. بمعنى ايه؟ كل مادة لها خصائص ثابتة ما بتتغيرش بناء على إرادتها نفسها، هي لها خصائص ثابتة، لو ثبتت الظروف هتفضل تتفاعل بنفس الظروف. تمام. عشان نحط نعمل مية محتاجين نجيب ذرتين ونجمعهم بشكل معين بقرب معين في ظروف معينة عشان نعمل الـ H2O، لكن الذرات ما بتقررش من تلقاء نفسها ان هي تتحرك. هو كلامك صح. تكمل يا هشام. انا الهدف كله او النقطه كلها ان خصائص الماده او التفاعلات الماديه، لو مسكنا مثال الميه مثلا، لو احنا جمعنا، شفت الكلمه، وحطينا وسبنا وعملنا تجربه كيميائيه هنقدر نعمل مركب جديد. لكن اللي انا بتكلم فيه ان الماده في حد ذاتها اولا خصائصها ثابته، تفاعلاتها ثابته مع تثبيت الظروف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الماده ملهاش إرادة تختار إمتى تتصرف إزاي. من خصائص المادة إن هي لو اتحدت مع مادة تانية تحت ظروف معينة بمينتنس معين هنقدر نطلع مركب جديد، وده برضو فيه تدخل وفيه إرادة. أرد ولا هتقول حاجة يا فرانكشتاين؟ أنا خلاص. تمام تمام. هو طبعا كلام هشام يعني سليم زي الفل، فاهمني؟ بس أنا عارف يا مريخي ان انت كان قصدك على الانتجريشن، يعني اتمنى ان انا اكون فهمت صح. انت قصدك ان ممكن حاجات تنتجريت مع بعض يبقى ليها تاخد صفه ثانيه. حاول تظبط الصوت عندك يا فرانك، لان انا بسمع منك جمله وعشان كده ما اعرفش تقريبا النص الثاني من السرير بيبقى فيه مشكله في الصوت كده. بقى احسن. والله العظيم بجد، يعني السرير بتاعي ده فيه اجتماع للناقدين، يعني انا تقريبا ملحد. سريرك ملحد، سريرك ملحد يا فرانكشتاين، ما تقولش ده قدام العامه. اتفضل. لا، ودليل علينا كمان، يعني ودليل علينا. لا فاهم، يعني ممكن اعمل مشكله ثاني يا فرانكشتاين. لما استاذ عايد قال لي الكهرباء في وسط الكلام، كنت هفتح المايك اقول له، قال له انت عندك طاقه لا نهائيه في الكلام. كنت عايز اقول له طب اهو ادينا اثبتنا ان في لا نهائيه في الواقع. اجيب لك الشيخ سيمون الصدوره الازليه. كنت اقول له انتهى النقاش، بيريد. احب الكلمه دي. انا كنت المفروض اعمل كده فعلا. لو حاجه خلاص كده احنا اثبتنا ان انت عمالين تتخانقوا فيه بقى لنا 5 ساعات، هو في طاقه في حاجه لا نهائيه اهو في الواقع، عندنا كهرباء بالظبط اهو، فاهم يعني قدامك اهو. لا، وباعترافه من غير ما حد يضغط عليه، يعني هو قال من نفسه ما حدش ضغط عليه. يلا الحمد لله. المهم يعني عشان اقول لك، تمام، يعني انت قصدك ان الحاجات لما بتنتجريت مع بعض تمام بتبقى ليها خصائص جديده. ماشي، انا متفق معاك، بس برضو ستيل دي تبعيات، دي مش ذاتيات، يعني كل دي تبعيات. ما هو على فكره خلي بالك، مفهوم الطيران ده هو مفهوم ايه؟ مفهوم هي بقى ليها تبعيه معينه زادت عليها، ما فيش مشكله، لكن الذاتيات زي ما قلت لك برضو هتفضل مش موجوده، هي لن تنطق
يعني لن تكون عندها المنطق نهاية منطق الأمور، لن تكون عندها الإرادة الذاتية، مش هيحصل. يعني كل الأمور الذاتية غير الأمور اللي هي التبعية يا مريخي. أوكي أنا ممكن أفهم كويس يعني إيه الحاجات الذاتية، عشان ممكن كان فهم كنت فهم غلط. ممكن الأمور الذاتية اللي هي لا تنفك عن 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 الموضوع. يعني بص أقول لك على حاجة تقدر تقول عنها كده مجازا، اللي هي المهية. يعني هو أوقات حتى لما بيجي يشرحوا المهية يقول لك هي الأمور الذاتية اللي هي المفروض لا تنفك عن الموصوف، وإلا كان يعني فهم إزاي تغير، يعني لما يصبح هو يعني هويته تغيرت. دي الذاتيات اللي هي الأمور الذاتية. زي مثلا إن أنا أقول لك إن الإنسان هو كائن حي نامي مثلا مريد ناطق مثلا، فهم إزاي؟ كل هي ذاتياته، وكل ذاتي أصلا تفصيل أكتر من كده يعني، فهم إزاي؟ فأنا لو نزعت منه الحياة أو الإرادة أو النطق أو النمو الكلام ده كله، دي من ذاتياته، لا مش هيبقى هو. لكن أنا دلوقتي مثلا عندي مثلا حتى أجزاء الطيارة دي اللي أنت اتكلمت عنها هي لا تنمو. يعني أنا دلوقتي مثلا فاهم إزاي الكمبريسور ولا الأفتر بيرنر بتاع الطيارة هو ما بينموش، هو له طول الوقت حاجة ثابت. لما حطيته جوه الطيارة برضو هو له نفس الذاتيات عادي جدا، نفسها كلها على بعضها برضو لها نفس الذاتيات، ما بتكبرش، ما بتمنطقش الأمور، ما عندهاش الإرادة. فاهمنا ازاي؟ بالله عليك بلاش نقول ان الاي اي اراده، الاي اي مش اراده، الاراده بتكون محض الشيء، مش مجرد ان هو يكون مبرمج على ان هو يتصرف بآلية معينة. مش هقول كده، مش هقول كده، شكلك تعبت من نقاش الملحدين انت معاك. بصراحه اقول لك ايه؟ لا يا عم مش هقول الكلام الهري ده، مش الدرجه دي يعني، لسه ما انا فاهم. فاهم، لا والله يعني فعلا بجد انا فاهم يعني، الله المستعان يعني. فاهمني؟ فكل الامور اللي هي الذاتيه اللي هي من هويه الشيء اللي هي لا يجوز ان ترتفع عنها، لا حتى لو تم اللي هو الانتجريشن او التكامل ما بينها وما بين حاجه تانية، لا برضو الذاتيات ما زالت موجوده. يعني لن تتواجد ذاتيات جديده، لكن التبعيات لا انا ما عنديش اي مشكله معاك فيها. هنبني حاجه اكبر، هنبني حاجه ليها تبعيات اكتر وهتكتسب صفات تبعيه اكتر. انا معاك في كل ده، ما فيش اي مشكله. لكن الذاتيات لا، لا مش هيحصل. حتى برضو في مفهوم اوكي سوري كمل حكايتك خلص. حتى برضو في مفهوم الاتومز اللي انت مثلا اتكلمت عنه في جسم الانسان، وان الاتومز والذرات والكلام ده كله، الحاجات دي لما بتتجمع مع بعض بتكون بني ادم، له الحاجات دي ماشي انا معاك مفيش مشكله، بس الحاجات دي ما جاتش في الانسان لان هو عنده اتومز وحصل لها يعني اكيوميليشن او انتجريشن مع بعض، اللي هو تكامل او تراكم مع بعض. لا ما حصلش الكلام ده. هو اللي حصل عشان كده دليل ان الميت برضو عنده نفس الاتومز والكلام ده كله، الاتومز موجوده في جسمه تمام ما فيش اي اشكال عادي جدا، بس هو ما عندوش الذاتيات دي، لا بينمو ولا يريد ولا يعلم ولا ينطق ولا يمنطق الامور ولا يحكي يعني. فاهمني ازاي؟ بس هو فين فكره ان اصلا الموضوع اللي هو الفكره اللي هي الذاتيات دي جات له من حاجه تانية متساميه اصلا على الماده حتى. علشان كده حتى العلم التجريبي بيظل يعني مش عايز اقول عاجز، بس هو لسه ما فسرش موضوع الوعي بشكل كامل ولا حتى بشكل مقبول او مرضي. يعني هو ما زال العلم بيقف قدام الوعي كده وبيقول لك يعني بيحاول طول الوقت قاعدين عمالين بيعملوا assumptions ويدوا تفسيرات وفرضيات والكلام ده كله. بس انا دايما بحب اقول المقوله اللي هي بتاعت ان ايه، يقف العلم عاجزا امام الوعي. ودي حاجه معلش محدش يقدر ينكرها، لان الوعي ليه؟ لان انا شخصيا مقتنع ان الوعي متسامي على الماده، بدليل ان في الموت مثلا الانسان لما بيموت بيفضل جسمه موجود كاملا ما فيش اي اشكال، بس الوعي فين؟ غاب عنه لعله غير ماديه. اللي هي ايه اللي انا اقدر اقولها لك عادي كواحد مؤمن؟ ان الروح خرجت. اوكي انا بس انا عندي اعتراض معاك على حته اللي هي الذاتيات، لان انا شايف ان بص اول حاجه طبعا انا ما عنديش عشان ما اكذبش عليك، هو انا مش اقوى حد في العلوم وفي عشان اقعد اديك امثله واقعد اقول لك مثلا كل حاجه بتقولها لا في مثال شبهها في العلم، بس يعني مع ان انا متاكد ان هيبقى فيه. بس هو انا مصمم ان حتى حته الذاتيات لو انت مسكت الحديد اللي معمول منه الطياره، فانت مثلا هتديله تعريف المهاوي اللي انت قلت عليه، ان هو مثلا حته الحديده دي هي مثلا معدن قابل للتمدد والحراره ايا كان بقى، ما اعرفش انا مش عارف طبعا التعريف بالظبط او ايه المهيه بتاعتها، بس في الاخر مش هتلاقي في التعريف ده الطيران وهكذا كل حاجه تانية. وده اللي انا بتكلم فيه، ان انت في ذاتيات، وانا ما اعرفش لو انا فهمت الذاتيات انت كان فيها صح، في حاجه ظهرت على الـ على الـ على الاجزاء دي كانتش موجوده فيها هي كذاتيه كقطع مفرده. وفي حاجات تانية برضه اعتقد هيبقى في امثله، بس انا بقول لك انا ما عنديش امثله كفايه، ممكن ابرجع اشوف امثله تانية اكتر تتماشى مع الحته دي. كرر موضوع التبعيه والاصل في الذات تانية يا فرانك. كمل يا هشام. بقول لك كم يعني وضح حته التبعيات للشيء وغير ذاتياته،
شيء في ذاته غير الحاجات اللي ممكن تبقى بتتبع اثار الانتجريشن بتاعه. الحته اللي انت وضحتها دي، او عشان ردا على النقطه بتاعت اللي هو بيقولها في مريخ، طب بقول طيب لك انا ايه، اقول لو تعبت قشطه مفيش مشكله، لا ممكن والله هو الكلام نكمل مش نقاش فكره في كده، اي لا 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 مش فكره النقاش، بس انا هقول لك عامه زي ما قلت لك الذاتيات هي الامور اللي هي لا تنفع، لا يجوز ان تنفك عن الشيء. يعني طيران، طيران ما قلتلكش، يعني حتى في التعريف المانع، جمع المانع اللي هو بجمع فيه صفات الشيء كلها وبمنع اي صفات تانية دخيله، انا مش هقول لك هو يطير او لا يطير، فاهمني ازاي؟ وخلينا برضو متفقين ان هنا طيران هو برضو مش طيران ذاتي، هو طيران اتى من شويه يعني عمليات معينه وبروسيسز معينه حصلت، فاهمني؟ يعني هو اصلا الطيران جالها منين؟ مش لان هي بذاتها تطير، يعني فاهم ازاي؟ لا بل هو فكره كلها ان هو يعني تم اكسابها هذه الصفه ببعض القوانين والكلام ده كله، بس دي مش قصتنا دلوقتي. الطيران ليس صفه ذاتيه، يعني مش من ذاتيات الحديد، او هو يعني هو من التبعيات، يعني هو اصلا مش من الامور الذاتيه، يعني فاهمني ازاي؟ يعني أيوة، عادي لا اشكال. انا انت ما ده اللي انا فهمت منك يا هشام، انت بتتكلم ان الذاتيات لا تختفي ولا مش بتكتسب ذاتيات بس، او يعني بالظبط الذاتيات اللي هي زي دي، يعني اقوى الذاتيات اللي يمكن لا يمكن اكتسابها ابدا بالامور دي، الحياه مثلا، الاراده، المنطقه، ان يكون الشيء له منطق يمنطق الامور، يعني فاهم ازاي؟ الوعي، القدره، العلم، الكلام دي، الكلام ده كله، كل ماشي. الامور دي من انا الذاتيات. اوكي سوري. اوكي انا معاك، بس انا حته ان ممكن فعلا مهما كان جمعنا مثلا مواد مش هتطلع وعي، الكلام ده صراحه انا شايف ان هو مش موجود، اكيد مش هنختلف على النقطه دي، بس ما اقدرش الصراحه اقول الادعاء، عشان هيبقى ادعاء كبير ان انا اقول ان ده عمره ما هيحصل. انت بتتحرك من نقطه، خلاص اوكي مفيش مشكلة. بص اقول لك على حاجة، يعني اوكي كمل كلامك. بس انا عايز اقول لك ان حرفيا كان علي الوردي، كان عشان كده انا بحب مثال الطياره، لان علي الوردي كان يعني معلش سوري، هي قصه يعني ممكن تكون مش هتحس انها مالهاش علاقه، بس هي ليها علاقه. كان بيحكي ان هو جده كان شخص حكيم جدا في البلد عندهم في العراق وبتاع، فساعتها كان لسه اول مره يبقى في طيارات، مش كان جده ولا ابو جده حاجه كده يعني، حد قديم قوي. فلما قالوا له، كان لسه ما حدش فيهم في العراق شاف طيارات، وكانت البلد قريه فقيره جدا، فلما قالوا له طياره، فقال لهم ايه الطياره دي؟ قالوا له مش عارف حاجه كده حديد وخشب وبتطير. فقال لهم مسك حاجه حديد وخشب قام رماها على الارض، قال لك الحاجات دي ما بتطيرش، فاللي انتوا بتتكلموا فيه ده هري، ونقد الفكره كلها من مجرد ان هو بس. في الاخر اكتشفنا ان فعلا لو جمع زي ما انت قلت بقى اللي انت تشرحه، ممكن تكون بتشرحه احسن مني، ازاي لو جمعنا الحاجات دي كلها اللي هي كل حاجه فيهم لوحدها مش بتطير في حاجه واحده، بتظهر حاجه جديده اللي هي الطيران. طبعا انا طبعا برضو مش متخصص ازاي الطياره بتطير، فانا ما اعرفش بالظبط، بس اهم حاجه انا اعرفه ان الاجزاء بتاعتها كلها ما بتطيرش، لما بنجمعهم مع بعض تظهر حاجه جديده. احنا لو في عصر حجري وبصينا على المكونات كلها، مش هنقدر نكتشف ان الحاجه دي لو جمعناها حطيناها مع بعض هتطير. عشان كده انا شايف ان اعتراضك كويس، بس انا شايف ان هو لا مش هيتخطى مشكله البتاع، بس برضه مفيش مشكله. يعني هقول لك فاهم قصدي؟ تمام انا فاهم قصدك، بس انا هقول لك يعني هقول لك هو الفكره اصلا موضوع الطياره ده ايه، او حتى موضوع التاني. وعلى فكره انا معتقد ان هو اصلا قصه جده دي انا نفسي اتحكت عليها اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده. سواء الموضوع منين، هو لما تم يعني ان هو حصل تكامل ما بين الاجزاء بتاعه الطياره كلها بمواصفات معينه، سواء كانت من حيث المقاسات والاجزاء والفهم ازاي والخصائص والكلام ده كله، الموضوع بقى له ايه حسابات كتيره جدا كده. ففي الاخر بقت الصفات دي يعني، او بقت الاجزاء دي كلها بالتكامل ده كله اللي هي موجوده عليه، جت لها صفه الطيران منين؟ لان في الاول وفي الاخر انا بجيب ماده معينه بحولها لطاقه بالاحتراق، وبعد كده الطاقه دي بتكسب الاجزاء بتاعت الطياره طاقه مثلا معينه، يعني مثلا اللي هو بتكون يعني في طيارات بتشتغل مثلا في الجيت انجنز على بروبالشن مثلا، اللي هو قصه كده اللي هو الام في قصه بقى الام في ام في. وفي مثلا حاجات برضو بتشتغل تاني زمان، اصلا اول ما اخوان رايت اخترعوا الطياره كانوا اصلا بتشتغل ازاي؟ بالبيستن سلندر ديفايس عادي جدا اللي هو موتور الاحتراق الداخلي، ما فيش اي اشكال يعني. بس اللي هو الموضوع فين؟ ان في اجزاء بتحركها طاقه، الطاقه دي اصلا جايه من ماده، وعادي جدا بتكتسب طاقه حركيه، فبتبدا ان هي تتحرك بطريقه معينه، فلما تتحرك بالطريقه المعينه دي بيحصل ان هي بتتحرك، ما فيش اي اشكال. بس في الاول وفي الاخر ده من تبعيات يعني، فاهمني؟ لكن هل هي مثلا، هل هي من ذاتياتها؟ يعني هل الطياره دي لو وقفت كده لوحدها وخلاص وما ادينلهاش، يعني ما مشيناش فيها البروسيس دي بارادتنا احنا، لا هي لوحدها كده، هل بقى الانتجريشن ده كله والطياره واقفه عمرها هتطير؟ لا انا معاك ان هي غالبا مش هتطير على فكره. انا هنضرب مثال الطياره ده عشان بس نوضح ان المغالطه ان انت مش ما ينفعش تتحرك دايما من الجزء للكل، او ما ينفعش تتحرك من الكل جزء. لا بس ما ينفعش ان الصفه الذاتيه
اللي مش موجوده في الجزء نقول ان هي بقت موجوده في الكل. آه. الصفه الذاتيه زي مثلا إيه؟ لا والله مش تصميم لا والله. انا لو سالتك انا اصلا عندي فكره يعني مش عايز اخش معاك كده بس يعني انا اصلا عندي فكره مشكله اصلا في التعريفات المهويه بس انا اعتقد ان لو مسكنا اي حد وخلينا يعرف الطياره تعريف مهوي هيبقى لازم هيكون من صفاتها الاساسيه ان هي تطير. ماشي تمام مفيش اي مشكله بس هل هي تطير هل هي تطير لذاتها؟ لا لا انا طبعا مش بص يا فرانك اعتقد ما حدش فينا هنا مجنون كفايه عشان يقول ان اكيد بتطير من نفسها بالظبط يعني مش هتخليني اقول حاجه زي كده اكيد يعني. لا والله انا عارف والله انا بتفق معاك بس مش اكتر انا بقول لك ان ماشي انت كلامك صح وعارف ان اي واحد يعني اول ما هي اصلا تسمى الطائره لم تسمى طائره اعتباطا يعني اللي هي ليست تسميه اعتباطيه اللي هو مجرد التسميه لا هي سميت طائره لان اصلا اول ما توصف بيها انها تطير انا ما عنديش اي اشكال ولذلك سميت الطائره يعني زي هو ليست تسميه اعتباطيه من اللي انت شرحته واللي انا فاهمه منك ده انا بحاول اقوله لك بس مش اكتر انا تاني انا الموضوع بالنسبه لي بدردش معاك اللي انت قلته ان هي الذاتيات فالذاتيات كانت حاجه ما كانش فيها طيران ده كده بقى في طياره اللي هي اعتقد لو انت زي ما انت شرحتها كتعريف مهوي هو ده ذاتياتها فذاتياتها هي بتطير فالحاجه دي احنا متفقين ان في حاجه ما هو بص انا هقول لك على حاجه مش مجرد بعيد ده في حاجه ذاتيه ظهرت مش موجوده مش فاهم قصدي كمل تمام جميل جدا عامه برضو بس عفوا بس يا اخي عفوا في انسرت صغير هون انا حابب يعني اقول لكم عنه كونه يعني هو بيناسب الكلام فهيك انسرت بس يعني اعتبروه مقطع اعلامي بريك في تايم كريستال Have you ever heard about it? في ايه معلش يا استاذ جاري انا مش سامع في ايه تايم كريستال انا مش سامع كويس الصوت مش كويس تايم كريستال تايم كريستال تايم كريستال Have you ever heard about it او لا نعم لا انا كلام مش واضح سمعت فيها سمعت عنها لا ما سمعتش فيها للاسف شوف هي موجوده بالكوانتم كومبيوتينج هي بقول لك انه هي بتحكم بدوران انفينيتي ويزاوت كونسيومينج انرجي تمام بس بيعلقوا على هيدي النقطه وبينسوا انه هي جوات وان سيستم كلياته بيستهلك انرجي بيعطيها انرجي فهمت المقصد يعني في سبق شخص انت بتعرفه كثير منيح يا مريخه كنت عم اقول له انا انه الانفينيتي غير موجود اصلا بالحياه اللي نحن عايشينها بالنيتشر فجاه قال لي انه لو هيدا الكلام من 3 اشهر كنت بقول لك ايه بس من بعد ما عرفت انا التايم كريستال ان شاء الله يكون صوتي واضح من بعد ما انا عرفت التايم كريستال انا بخالفك بهيدي الفكره فرحت انا بحث من بحث على موضوع التايم كريستال اللي هو بالكوانتم كومبيوتينج شوف هي ضلت تفتل 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 يعني بتبرم بدوران قوي قوي جدا 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 كبير وبقول عنها انه اتس ان انفينيت راوند ستارتد فروم بوينت تو انذر مثل السيركل بس ان ذا سيم تايم بيغطوا على قصه انه هي جوات وان سيستم بيعطيها انرجي انت وضحت صوتي فتحت كلمتي ولا لا بس يا استاذ جاري وانا اول حاجه انت بتقول عرفت انا ما اعرفش انت بتتكلم على مين عشان ما اكذبش عليك انت ماكس 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 كارتر انا ما حضرتش لا انا ما حضرتش النقاش ده للاسف انا غالبا يعني غالبا لا ما حضرتوش وما اعرفش التايم كريستال ولا ما اعرفش اول مره اسمع اصلا اللفظ ده ف انت ممكن احسن ممكن تيجي تقول لك فرانكشتاين في التايم كريستال لا 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 انا مش انا عارف انا لا لا انا بص انا عارف طبعا انا متخيل ان انت ممكن تكون بتناقش مع ناس كثيره بتقول حاجات عجيبه بس يعني انا عامه والله العظيم ثلاثه يا مريخ انا سمعت الخيال عادي طبيعي سمعت الخيال عارف الخيال بجد ماكس جامد جدا انا على فكره بحب ماكس يعني في كلامه يا عم بس بقى بص واقول لك على حاجه والله العظيم اقول لك على حاجه هشام والله العظيم انا بتكلم على ماكس كارتر يعني انا بتكلم هشام حبيبي انا الساعه انتوا عارفين نفس الماكس ولا لا ماكس كارتر ها ايوه ماكس كارتر انا الساعه لا 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 ما انا بتكلم بالمعنى السلبي شويه برضو يعني انا برضو خبيث شويه لا 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 هيدا صديقه لما ميخ اوع ممنوع حدا يجيب سيره حدا هذا ما ميخ عامه انا مع انه انا وياك فيجنز انتبه ها دير بالك اوكي لا انت كده انت كده صاحبي اكتر على فكره هو عامه عشان تبقوا عارفين برضو انا ما اعتقدش ان انتوا كلكم هنا تعرفوا بعض انت اكيد كلكم هنا مش صحاب انا في ناس كتير على كلاب هاوس ما اعرفهاش غير عن طريق كلاب هاوس وعلى فكره انا يعني مش تبقى يعني مش عارف احسن تكونوا بتسجلوا ولا بس حتى لو بتسجل على فكره انا وكهربا بنبقى قاعدين ساعات في الرومز بتاعه الملحدين نفسها وبنقعد انا وهو نسجل كميه المغالطات اللي بتتقال ف لا يعني هو ما فيش حد مهما كان صاحبي مش صاحبي ففي مغالطات بتتقال في الناحيه دي وفي الناحيه دي في مشاكل بتتقال انا ما اعتقدش ان احنا يعني انا مش على الاقل انا نفسي معترف بده الرومز بتاعه لان مريخي كل واحد بيمثل نفسه وبيمثل المرحله الفكريه اللي هو فيها بالظبط هو طبيعي يعني هقول لك على حاجه بقى انا هقول لك بكلمه بكل موضوعيه اصل بص هقول لك يعني حتى انا ماشي انا شخصيا انا مؤمن ان الحق معايا بس مش معنى كده ان كلامي ما بيحصلش فيه سقطات
عادي بيحصل سقطات اكيد، وبراجع نفسي فيها وبكعبل وعادي وبكمل. ما هو ده اصلا، هو دي اصلا بالغرض الاساسي من تعرفه اللطيف يعني. في الاول وفي الاخر احنا بنعمل ترابل شوتنج لمعرفتنا احنا الاثنين في بعض، فاهم ازاي؟ مع بعض بنفاليديت اجينست اتش اذر يعني، ما هو ده اللي بيحصل. تعرفوا يا جماعه في غرفه تانية الشيخ الدكتور طارق والشيخ عارف، ما انا كنت بيناقشوا نفس المساله. طب بقول لك ايه، ما تروح لطارق الصراحه انا احسن مني همريخي. بس انا عنديش مشكله اكمل معاك، بس انا هقول لك مثال اخير كده. لا ما عنديش مشكله، بس هو على فكره دكتور طارق سرحان انا حضرته يعني، انا شويه بسيطه عندي شويه معرفه بطريقته. هو انا يعني اصطدمت معاه مره واحده، وكان اعتقد ده كان اليوم يعني اللي كان موجود فيه دكتور تخنين، وكان موجود فيه دكتور رياض او استاذ رياض، ما اعرفش كل واحد لقبه يعني، واحترامي الرب لقبه. وهو ساعتها يعني حاول يزنوني، بس الصراحه يعني هو ما عرفش قوي. بس هو ايش تاني دكتور طارق ما شاء الله عليه يعني، انا بصراحه عايز اقول بس دكتور طارق ما بيزن، انتبه. لا لا وقت يحسك انه انت مضايق دغري بينهي النقاش. سن محترم ولطيف جدا ومؤدب جدا يعني، راجل كبار يعني. لا هو انا بس انا ما غلطتش فيه خالص، انا كل بقول لا انا عارف والله انت ما غلطتش، بس انا اقول لك على حاجه والله فعلا بجد، والراجل مش موجود، بس انا والله اقول لك فعلا اعترافا، احسن واحد هتسمعه بيتكلم في الفلسفه على كلاب هاوس كله طارق السرحان، بلا منازع حرفيا احسن واحد تسمعه بيتكلم في الفلسفه بلا منازع. عارف يعني ايه بلا منازع؟ طارق السرحان. دي حقيقه. فالراجل بصراحه ما شاء الله عليه يعني. دكتور طارق الروم اللي انا كنت معاه فيها واللي هو كلمني فيها ساعتها، كنت ساعتها بتناقش مع استاذ اللي هو استاذ زيد، هو اعتقد اردني، مهندس زيد صح؟ مهندس زيد بالظبط. لسه لا نحن بنعرفه مهندس، مش انه ما اعرفش يعني، مش كمان اول البوزيشن انا ايه. لا كافي اهم حاجه يعني، قصدي يعني احنا عارفين بنتكلم عن نفس الشخص. فساعتها كنت انا بتناقش معاه في الروم، كان فيها ناس كثيره موجودين، دكتور سرحان واحمد سامي ودكتور تخنين وناس كثيره كانت موجوده. فساعتها انا دخلت رديت على اللي هو برهان الصدقين عليه، وساعتها يعني حتى يعني كذا حد جه اتكلم معاه ان هو يعني كان شويه يعني الزمته بشويه حاجات. ساعتها دكتور طارق فتح المايك وقلت ساعتها هيمسكني يعني شطفني. سهل الممتنع هو ما شاء الله عليه. ما انا قلت طبعا كده، بس هو الصراحه لا ما اتناقش خالص في البرهان، هو مسك في نقطه معينه انا اتكلمت فيها واتناقش معايا فيها، وفي الاخر وصلنا ان هو ان احنا في الاخر برضه هو يعني لا هو يقدر ينهي النقطه دي ولا انا اقدر انهيها، والنقاش خلص على كده ساعتها. وساعتها حتى دكتور تخنين نفسه، انا فعلا نفسي عارف دكتور طارق، انا قلت ساعتها هيخش يشطف، انا بعترف بده. بس ساعتها دكتور تخنين نفسه جه يعني قال لي بعدها، قال لي انا كنت يعني مش متوقع ان انت تعرف تصدر وتتكلم وترد عليه. قلت يعني هو ساعتها صح، سبحان الله يعني التوفيق. دكتور تخنين بيشكر في حد. سبحان الله. طب قول لي انت، دكتور تخنين بيشكر في حد. الارض عليك بجد. ثانيه واحده يا هشام، ثانيه واحده. مريخي مين اللي وفقك؟ التوفيق. سبحان الله. سبحان الله، توفيق جه من عند ربنا يا جماعه. يلا عشان انا ما بحاول، عشان كده انا عايش في مصر اساسا وبتعامل مع مصريين، فاهمني؟ الفاظي كده متعود يا عم رب. انا عارف. بص اقول لك على حاجه يا مريخ، يعني والله انا عايزك تعرف حاجه والله، يعني اوعى اكون فاكر ان انا مثلا حتى كفرانكشتاين لو شفتني اوقات مثلا بكون كده او كده، انا ما بتمناش للناس الخير والله، لا بتمنى الخير للناس كلها. وعلى فكره اوعى اكون فاكر ان انت لما تقول جمله زي كده هزعل عليك مثلا، لا بالعكس، وانا هفرح ان انت ممكن يكون يعني ستيل عندك فاهمني سايد معين ممكن يكون بيرجع للحته دي بنقطه او باخرى. لان يعني اتمنى بس ابسط حاجه ان انا اطلبها منك فعلا مريخي، اللي هو ان انت يعني ما تصعبش الموضوع على نفسك وتكون حيادي في رحله بحثك. مش هقول لك لا بلزمك بده ولا بلزمك بده، بس كن حيادي. انت عارف انت لو حيادي هتوصل، وعارف انت هتوصل لايه في الاخر، وانا متاكد هتوصل ليه. بس ده المشكله فانكشن. بص اصل انا كشخص انت شايفني مثلا يعني انا بتناقش معاك اهو، ما عنديش مشاكل، واضح طبعا انا مش يعني اعتقد لو مش مفترض فيك صدقني ان انت بتسمع عشان ترد، مش مفترض فيك ده والله خالص. طب ده كويس يعني، ده المفروض يعني انت كده لا مش مفترض فيك خالص. بلس ان انا يعني انا ما باخدش فلوس، ما عنديش فن، ما عنديش اي حاجه خيمه، انت ما دورش بجد، لان انا فعلا حكوا عليا. انا والله ما باخدش فلوس. ايه لا على كل اللي انت قلتها والله مش بنضحك عليك انت. لا ايوه انا مش عارف، ما باخدش فلوس دي عشان دايما ده التهمه. انا فعلا لو باخد فلوس، انا على فكره انا بعترف بده، بقول اي حد بياخد فلوس من اي جهه لو عايش على الفلوس دي
حتى لو اكتشف ان هو غلط طبيعي ان هو هيكمل في الغلط عشان ده اكل بس انت عيشه. عارف المشكله في ايه يا مريخي؟ المشكله مثلا انت دلوقتي في مناقشتك مع فرانكشتاين، مناقشه جميله جدا، انت دلوقتي قلت انا مقتنع مثلا ان الازليه او الانفينيتي، موضوع الانفينيتي والابديه ولما كنا بنفصلهم يعني، قلت ان في وان فولس كيس ان احنا within الانفينيتي، فده مش معناه ان انا وصلت، فانا لو قلت وصلت يبقى الكلمه غلط، ولكن انا ما بقولش ان انا وصلت، انا بقول ان انا within الانفينيتي itself. هي الجملة نفسها فيها مغالطات يعني، حتى الفولت كيس نفسها بالنسبة لي مش كاملة، مش مهم ندخل في مناقشتها، بس على الأقل على الأقل أنت واخد برضو يعني، لو بنتكلم في يا سيدي في probability، أنت سايب كل الكيسز اليقينية اللي بتدل على عدم الأزلية، اللي بتدل على عدم التسلسل، اللي بتدل وماسك في الفولت كيس، رغم إن ده مش نفس المنطق الرياضي، مش نفس المنطق البديهي اللي أنت بتستخدمه من اصغر قرار في حياتك لاكبر قرار في حياتك، حتى من باب اولى يعني انك انت تستخدم تميل للاحتمال الاكبر لحد يا سيدي ما ينتقد تماما او ينفى تماما. لكن معظم الملحدين مثلا بيبقى عايز المنطق، على رايي مش فاكر سمعت الجمله دي مين، عايز منطق رياضي بحت 100% انك 100% تقفل كل الجابس. طب على الاقل ميل للاحتمال الاكبر، لان انت دليل، فهمت قصدي؟ اوكي بس هسيبني بس بس هنرجع بقى يعني. اوكي شكرا. بس هنرجع يا فندم مش فاهم ليه بس عشان بتضايقني خاطر يا هشام؟ مش كامل. اوكي بص يا هشام، انا بالنسبه لي كواحد يعني مش هقول ان انا بدرس ومش هقول حتى ان انا يعني هقول لك حتى مهتم بالمنطق والفلسفه، ما عنديش حاجه اسمها احتماليات. هو انا لا الا في حجه هتنهي النقاش او هتنهي النقطه دي لا مش هتنهيها بالنسبه لي، لا نهيتها ما نهيتهاش يعني، لا هي مع ده ولا مع ده، في حاجه اسمها اللي هو بوقف اللي هو اسمها ايه اللي هو تعليق الحكم يعني. الحاجه دي ماشي، انا اسف ثواني. يعني هو في موضوع الاله عموما بقى، مش بلاش حتى في النقطه بالذات، بالنقطه اللي انت فتحتها، في الموضوع كله عموما انا ما بقولش ان ما فيش اله، بس في نفس الوقت مش معنى ان انا ما فيش حاجه يعني لا كده ولا كده ان انا اخد واحده يعني، لا اخد ان في او ما فيش. طب انا بوقفهم هما الاثنين، عشان كده انا اغلبنا بنقول، انا مثلا غالبا بقول ان انا لا ادري ما اعرفش، فانا بوقف الحكم بالذات ان الموضوع مش واقف بس على الحته المنطقيه. انا معاك في الحته دي ان الموضوع مش واقف بس على المنطق، مش ما هو واقف بس على الادله والاحكام، لكن في مشاكل تانية كتيره ممكن كلها مع بعضها بتعمل حمل تقيل ان انت تاخد الزاويه او تاخد تقبل بفكره ان وجود الاله او وجود الاله بالشكل اللي احنا مثلا متصورينه بتعديل معين. بس يعني زي ما قلت لك الحجه ما فيش فيها بالنسبه لي، اللي ما تديني بريمسز، اللي ما تديني مقدمات في حجه والنتيجه، المقدمات هي ما فيش فيها غير اوبشن من اوبشنين، ما لهاش بالنسبه لي حاجه ثالثه، لا المقدمات دي اكيده 100%، ففي الحاله دي انا بمضطر مش بمزاجي هقبل النتيجه، لالا مش اكيده 100% وساعتها يبقى انا كده اوقف الحكم ما اعرفش لحد ما اتاكد من المقدمات دي، او طبعا تحصل الحاجه النادره ما بتحصل يعني ان المقدمات دي غلط 100% او هي اكيده غلط. مش عايز اطول في النقطه دي، ولا عايز اشتتكم عن الحوار، وعايز اسمع بقيه تكمله الكلام بينك وبين فرانك، بس النقطه اللي بتكلم فيها الكلام ده لو في رقحيه متضاربه، لو في تضارب في الرقحيات، احنا بنتكلم ان تقريبا most probably ان مثلا مفيش ازليه خلاص، لان 1 2 3 4، وانت عندك فولس كيس واحده اللي هو من الاخر كده كانك عامل فورمولا بتتحقق في كل الاحوال ما عدا وان اف كونديشن، في اف كونديشن كده اف اند اونلي اف، لو احنا within، مع ان الاف الفولس كونديشن بتاعتك دي اساسا في حد ذاتها فيها مشاكل انا نفسي شايفها، رغم ان انا راجل بسيط جدا. فانا بفترض معاك ان في فولس كيس، لسه في جاب يعني، لسه في نقطه مش واضحه، فانا مش بتكلم في ان في حاجه ضد حاجه والاتنين راجحين، فانا بالتالي هسيب المساله معلقه، لا ده في راجحيه واضحه جدا جدا، بس في كيس في دماغك انت مش لاقي لها حل، فانت برضو ما ينفعش، على الاقل على الاقل على الأقل انت لو احنا مشينا في كل حاجه كده في الحياه عمرنا ما هنوصل لحاجه، بس هي دي الفكره نفسها. طيب انا هقول لك بس اخر حاجه عشان تبقى عارف، ممكن برضو تدور ورايا وتقرا في الفلسفه لو يعني لو انت حابب تدور على فكره، عشان تبقى عارف الاختيارين اللي قدامنا اللي هو ما فيش اختيار المفروض احنا شايفين ان ما فيش اختيار ثالث ليهم، ان هو الا في حاجه ازليه او في تسلسل لا نهائي. انا عايز اقول لك ان الاثنين فيهم مشاكل، وده اللي عامل مشكله وخرم في دماغ الفلاسفه بقالهم من زمان جدا، ان لو انت قلت ان في كائن ازلي او ان الكون ازلي الاثنين فيهم مشاكل، ولو قلت ان احنا نفضل نرجع لما لا بدايه ونفضل نرجع دي برضو فيها مشاكل. بس عموما احنا بنشوف، بنحاول على قد ما نقدر نشوف كده ايه اللي الاثنين فيه. ازليه، احنا بنقول ان في بدايه، انت بتقول دلوقتي، انت قلت بس المثالين في الاثنين بدايه، ازليه، لا سوري، ان في بدايه، ان في كائن، ان هو كان ما كائن هو او انت كان لسه يكون مقر، مش كائن، انا كلمه بنيت موجود انا بنيت بنقول انا بن... اه هشام 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 خلاص هشام قشطه. انا يعني معلش هو بص، هو مش كلمه كائن، هي كلمه موجود يعني، هي دي الكلمه اللي احنا بنستخدمها عشان بس يكون اللفظ صحيح. كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي، لان احنا للاسف لازم نقفل الروم يعني عشان يعني لعله معينه يعني.
كل اللي اقدر اقوله لك طب ماشي مفيش مشكله ارجع طيب شوف برضو برهان التطبيق مره تانية وشوف البراهين اللي الناس دي قالت بيها ان التسلسل يعني محال ليه. واكيد برضو اكيد انت عندك مثلا اشكاليه لان في مثلا حاجه تانية برضو انت ذاكرتها ودرستها وفهمتها واي حاجه تانية فعامله مثلا يعني زي بارادوكس شويه فعادي شوف كده وتعالى تاني نتناقش تاني وثلاثه مفيش اي مشكله مريخ يعني. خلاص يا فرانك لكن والله انا حاطط والله كان في كلام كتير كنت عايز اقول لك والله بس انا هضطر اسافر ان انا احنا فرانك احنا كده كده كل يوم بنفتح الروم دي الساعه 6 ان شاء الله. طب خلاص انا والله كنت داخل اصلا تمام اتفضل كمل. اوكي سوري هو انا اصلا برضو على فكره وانا برضو ما طلعتش هو حد يطلعني يا فرانك عشان انا برضو ما كنتش ناوي اطلع اتناقش بس بما ان احنا انا مبسوط ان احنا فتحنا نقط كتير بس هو مثلا انا شايف ان انا وانت كل ده نقاشنا كان يعني اعتقد هو حاجات فرعيه كلها لان انا بالنسبه لي برضو انا شايف زي ما انت بتقول ان الناس قدامك حاجات كتير تقولها او انا مشكلتي الاساسيه كلها اكتر في حته اللي هو زي ما انت قلت الممكن والمستحيل والحاجات دي. فاعتقد احنا ممكن نبقى عارفين احنا وقفنا فين. احنا اتناقشنا وانت النهارده المفروض في البدايه واتناقشنا في اللي هو مثلا ان السلسله لو ممكنه فلازم تبقى هي ممكنه او مش ممكنه دي برضه احنا اتناقشنا فيها واتناقشنا شويه في حته اللي هي الماهيه وفكره ان مثلا ان مغالطه التركيب اعتقد كده اتناقشنا فيه. فاحنا ممكن المره الجايه ما نبدا ما نبتدي من الاول خالص تاني احنا عارفين كده احنا اتناقشنا في ايه ونبتدي نتحرك لقدام لو انت حابب نكمل مفيش مشكله عادي يعني كده كده انا اصلا كاجوال يعني لما بكون بتناقش بالطريقه دي تلاقيني كاجوال جدا وفليكسبل جدا لو عادي عايز مثلا تخش كده تلاقيني عادي ايش طب اتكلم معاك بطريقه فيها كاجوالتي شويه فاهم عادي انا كده كاجوال في كل الاوقات مش في اوقات معينه كده بتناقش الموضوع بالنسبه لي تاني. انا هقول لك الجمله بتاعت الله يرحمه احمد ديدات يعني اللي هو يعني والله لو انت كلامك صح فانا يعني حياتي متوقفه على ان انا امشي ورا اللي انت بتقوله فانا احسن لي ان انت تطلع ان انا يعني افهم اللي انت بتقوله وامشي وراه يعني انا مش هخسر حاجه خالص عشان انا اصلا حياتي كلها يعني يبقى احنا كده المره الجايه كمان هنتناقش في فرحان باسكال عشان نشوف بقى فكره مين هيكسب مين هيخسر ماشي طيب خلاص ماشي شكرا يا جماعه على الفرصه واسف وانا من عندي بقول لك شغف فيك مع اول مره يمكن نحكي سوا